لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة. نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة. وهذه المسألة هي الخطبة بين الارتجال والقراءة من الصحيفة. الخطبة بين الارتجال والقراءة من الصحيفة، يعني بمعنى أبسط، هل يجوز أن يقرأ الخطيب الخطبة من ورقة، أو أنه يلزم أو يجب أن يجعل خطبته ارتجالا، يعني بدون صحيفة وورقة؟ ولو كان يجوز يعني أنه يقرأ من ورقة، هل هذا أفضل ولا الارتجال أفضل؟ هذا يعني ما يدور حوله يعني هذه المسألة. قال: الأصل في الخطبة عند العرب قبل الإسلام، ومن ثم بعد الإسلام إلى قرون قريبة قد خلت، إنما تكون بطريق الارتجال. يعني الخطابة في العرب قديما وحديثا يعني بعد الإسلام، العرب يخطبون ارتجالا، ما يمسك واحد فيهم ورقة ويخطب. وما شهرت من اشتهر منهم كقص بن سعيدة وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وعبد الملك بن مروان الذي شيبته المنابر، إلا من هذا الباب. كل أولئك وغيرهم إنما كانوا يخطبون ارتجالا، كانوا يخطبون ارتجالا يعني بدون ورقة. ومما لا شك فيه أن الارتجال هو الأكمل في الخطابة، يعني لا يشك يعني أحد ولا يختلف اثنان من أن الارتجال أفضل وأكمل في الخطابة، وهو أصلها، وهو علامة الملكة والقدرة. يعني الخطيب لما يتكلم في الناس ارتجالا، ده نوع من إظهار قوته في الكلام، بخلاف إذا تكلم من صحيفة. وحاجة الخطيب في الجملة إلى الارتجال أمر لا شك في استحسانه، إن الخطيب الأفضل يعني في حقه أن يرتجل ولا يقرأ من صحيفة، هذا أفضل بلا شك، إذ القدرة عليه من ألزم الصفات للخطيب الناجح، وما ذاك إلا لحاجته أحيانا إلى البديهة الحاضرة والخاطر السريع الذي يفرضه عليه واقع الأمر فيما لم يكن قد أعد له من قبل. يعني طيب، هنا الكلام فيه إشارة إلى أنه ممكن يرتجل بدون إعداد. يبقى عندنا هنا كأنه في ثلاث صور الآن: ارتجال مطلق، وارتجال مقيد إن صح التعبير، وصحيفة. ارتجال مطلق أنه ما يكونش فيه إعداد سبقه، يعني إنسان عنده قدرة على أنه يطلع على المنبر يتكلم هكذا من غير إعداد. ونوع آخر ارتجال أعد الكلام قبله، أنه يكون هو أعد الكلام ده قبله وراجعه ودونه ونحو ذلك، ثم تكلم في الناس بما هو أعده قبل ذلك. والنوع الثالث أنه صحيفة في يده يقرأ منها. الحقيقة أنه أفضل الأنواع الثلاثة هو النوع الأوسط والله أعلم، لأنه كل ما كان أعد الكلام كل ما كان هذا في الحقيقة يعني أبرأ لي يعني الإنسان من الوقوع في الزلل والأخطاء ونحو ذلك، والله أعلم. قال: وقد روي أن أبا جعفر المنصور كان يخطب مرة فقال: اتقوا الله، يكلم الناس. أبو جعفر المنصور هذا كان معروف أنه خليفة في يعني شدة ويعني في بطش ونحو ذلك. قال: فقال: اتقوا الله. فقال رجل: أذكرك من ذكرتنا به. يعني أنا يعني إن كنت تنصحنا أنا بقول لك كذلك إيش، يعني
أنصحك بذلك كذلك، أذكرك من ذكرتنا به. فقال أبو جعفر سمعا سمعا لمن فهم عن الله وذكر به، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، فتأخذني العزة بالإثم، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وما أنت؟ والتفت إلى الرجل فقال والله ما الله أردت بها. كل ده هو كلام ارتجالي، قال الكلام اللي سبق ده وبعدين التفت للرجل فقال وما أنت؟ ووالله ما الله أردت بها، ولكن ليقال قام فقال، يعني أنت فعلت هذا لإيه؟ لتشتهر يعني، ولكن ليقال قام فقال، فأوقب فصبر، وأهون بها لو كانت العقوبة، وأنا أنذركم أيها الناس أختها. يعني أنا أحذركم أن حد يعمل إيش؟ يكرر فعل هذا الرجل، فإن الموعظة علينا نزلت وفينا نبتت. يعني إحنا أهل الإيش؟ الوعظ، ما نحتاج لمثل هذا أن يعني يقول هذا الذي قال. ثم رجع إلى موضعه من الخطبة، ورجع يكمل الموضوع اللي هو إيش؟ بيكمله. يقول الشيخ يعني فهو المنصور حينما قدر على الارتجال استطاع أن يأتي بهذا النوع من الكلام المسكت بخلاف الخطابة من الورق. يعني الشاهد أن المنصور أبو جعفر المنصور خرج من الخطبة بتاعته وارتجى الكلام، لسه الآن هو الآن بيقوله وكلام قوي جدا أسكت به من يكلمه، ثم رجع إلى خطبته. هذا يدل على قوته في هذا، وهذا يدل على أنه الارتجال هذا دليل على قوة الخطيب، بخلاف لو كان يقرأ من الصحيفة. قال بخلاف الخطابة من الورق لأنها تعد من قبل، ولا يزل عنها الخطيب قيد أنملة، فلم يكن فيها ما يدل على الملكة الآنية، يعني من القصور أو من يعني الوجوه التي تجعل للارتجال فضيلة على الصحيفة، إن الصحيفة لا تظهر ملكة آنية، يعني ما يقدرش يتصرف، لا يقدر أن يتصرف في الحال، هو مقيد بما في الورقة ونحو ذلك، بل إن بعض أهل العلم يجعلها نوعا من المعايب إلى عهد ليس بالبعيد، إنه يعني من المعايب إنه يقرأ من صحيفة، كما ذكر ذلك الشيخ علي محفوظ عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر، فقد قال في كتابه الإبداع في مدار الابتداع ما حاصله، قال أما ما يقع من بعض العامة حين نزول الخطيب من على المنبر من التمسح بكتفه وظهره فمما لا أصل له، وكذلك البيارق التي تنصب على جانبي المنبر، الأعلام اللي هي بتنصب على جانبي المنبر، قال والستارة التي تسبل على بابه، وبعض الخطباء يستتر بهذه البيارق لأنه لسوء حفظه يقرأ الخطبة في الورق، وبذلك يضيع أثر الخطبة في نفوس السامعين. يعني الشيخ علي محفوظ بيجعل هذا من الإيش؟ من معايب الخطيب، إنه هو يقرأ من الورق. قال الشيخ قلت بيد أن الأمور في هذا العصر قد اختلفت. الشيخ بيقول لكن الأحوال اختلفت، فقد ضعفت اللغة لدى كثير من الناس، وقل الاعتياد على الارتجال في الخطب في كثير من الأصقاع في البلاد، حتى اختلفت أعراف الخطباء في ذلك، فصار كثير منهم لا يرتجلون إما رغبة منهم أو من باب عدم القدرة، إما أن هو بيؤثر السلامة أن هو يمسك ورقة ويقرأ من صحيفة، وإما أن هو ليس عنده قدرة على الارتجال فيقوم بيقرأ من يعني الصحيفة. يقول لكن لسائل أن يسأل أيهما أفضل، هو بناء على ما سبق أنه يجوز تكون من الصحيفة، يجوز تكون من الصحيفة، ويأتي أدلة على ذلك كذلك أنها تكون من الصحيفة، لكن أيهما أفضل، الارتجال أم الخطبة بالقراءة من الوراق؟ نعم. قال فالجواب هو أنه لا شك في أن الارتجال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنه ومن جاء من بعدهم، ومن جاء من بعدهم من بعدهم،
ولكن هل فعله صلى الله عليه وسلم، أو هل فعله صلى الله عليه وسلم هذا للتعبد، أم أنه فعل جبلي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ارتجالا ليس من صحيفة، هل هذا الفعل تعبدي؟ يعني يلزم الخطباء أن يفعلوا مثله في ذلك، أم أن هذا جبلي؟ يعني هو بالطبيعة. قال: الذي يظهر لي أنه فعل جبلي، إنه هو كان بيخطب ارتجالا، ده فعل جبلي بالطبيعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا، هو بيقرأش أصلا من ورق. ولكن قد يشكل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنه، يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقال إن هو ما خطبش من الصحيفة لأنه ما كانش بيقرأ، لكن يرد على ذلك ماذا؟ إن الصحابة كذلك كانوا بيقرأوا، ومع ذلك ماذا؟ لم يقرأوا من صحيفة في الخطبة، حيث إن بعضهم كانوا يرتجلون مع علمهم بالقراءة والكتابة. يقول: ولعل من المناسب هنا أن أقول: ينبغي أن ينظر في المسألة، أن ينظر أو ينظر في المسألة، فإن كان الخطيب ممن لديه ملكة الارتجال بحيث يجيد مخارج الحروف مع إعرابها خالية من اللحن والتلعثم والكلام المكرر، وألا يرتج عليه كثيرا، يعني يحصلوش توقف كثير أثناء الخطبة بسبب أنه هو يتلعثم أو نحو ذلك، بحيث تفقد هيئة الخطيب والخطبة، فإن الارتجال هنا أفضل وأكمل. إذا كان الخطيب عنده قدرة وعنده لسان طلق وفصيح ولا يلحن ولا يعني يتوقف كثيرا بسبب ذلك، فإن الارتجال بلا شك أفضل وأكمل. وأما إن كان الأمر غير ذلك، لو كان الخطيب بقى ليس عنده هذه الملكة ولا هذه القدرة، فإن الخطابة بالورق أكثر نفعا، بحيث لا يخرج الخطيب عن الموضوع أو ينسى أو يزل أو يلحن، ولعل الأمر في ذلك واسع، والله الموفق. وده كلام رائع جدا. خلاصة الكلام في هذه المسألة إنه إذا كان الخطيب ليس عنده الملكة والقدرة على الارتجال الذي هو خالي من يعني الأخطاء اللغوية والأخطاء يعني في الأدلة والاستدلالات ونحو ذلك، فإنه خير له أن يخطب من الصحيفة، من الورقة، لأن الصحيفة ستمنع عنه النسيان والزلل واللحن ونحو ذلك، ولا يعيبه ذلك بإذن الله تعالى. لماذا؟ أنا أقصد لا يعيب ذلك إذا كان العيب في الارتجال سيكون أكثر، يبقى هذا عيب أخف إنه يقرأ من صحيفة، هذا أفضل وهذا أهون، بحيث إنه يعني تكون الأخطاء أقل، الزلل أقل، اللحون أقل ونحو ذلك، وعدم النسيان ونحو ذلك. قال ابن مفلح: قال أبو المعالي وابن عقيل: ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة. أهو كلام للقدماء. قال أبو المعالي وابن عقيل: ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة. قال: كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في المصحف. اللي ما بيحسنش القراءة في المصحف بيقرأ من في الصلاة من حفظه بيقرأ من المصحف، طبعا ده محمول على النافلة. كذا قال. وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة، مذهب يعني يقصد الحنابلة يعني، وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف. قال جماعة: كالقراءة من الحفظ، فيتوجه هنا مثله، لأن الخطبة شرط كالقراءة. خلاصة يعني ما سبق أن الخطبة تجوز أن تكون من صحيفة، من ورقة، إذا لم يكن الخطيب عنده من القدرة والملكة على الارتجال ما يمنع عنه اللحون والنسيان والتلعثم وارتجاج الكلام عليه، ففي هذه الحال الورقة ستكون أفضل. أما إن كان عنده قدرة وملكة ويعني عدم وجود هذه العيوب والأخطاء، فيعني الأفضل طبعا بلا شك والأكمل أن يكون ذلك من يعني ارتجاله أفضل.
ولا يعيب الإنسان أن يعني يقرأ من صحيفة إذا كانت الأخطاء كثيرة. ولذلك في الحقيقة بننبه ونكرر إنه خير للواحد منا إنه يقرأ من الصحيفة إذا كان سيقع في مثل هذه الأخطاء، وهذا في الحقيقة في زماننا يعني لا يسلم منه إلا القليل. يعني الذي من الممكن أن يسلم من الأخطاء والزلل والنسيان ونحو ذلك قليل في الحقيقة. فلا يعني بأس إن الإنسان يخطب من الورقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.